السلام عليكم. اليوم نروحوا نشوفوا جانب من الأشغال نتاع الطريق المزدوج اللي يقع ما بين ولاية غردايا وولاية عين أميناس مرورا بمدينة المنيعة. إذن كل هذا الجزء من الطريق السيار أو الطريق العابر للصحراء أو الطريق رقم واحد، هذا فيه أشغال لتحسين هذا المسار ولي تحسين الوضعية نتاعو في المنطقة هذه. وإحنا نظن ونؤكد أن الطريق لازم يكون مزدوج مهما كانت الظروف، ما دام أن الطريق موجود في الجزائر وهو طريق وطني، طريق وطني يعتبر شرعيا اقتصادي للوطن، لابد ولابد باش يكون طريق مزدوج. هذا أمر أصبح بديهي الآن، وخاصة بعض الطرقات اللي تعتبر يعني عندها الجدوى الاقتصادية مؤكدة. إذن نخليكم تتابعوا الفيديو حول وضعية الأشغال نتاع الطريق هذا ما بين ولاية غردايا وولاية عين عميناس. كان بعض الأجزاء اللي تم ازدواجيتها عند مخرج مدينة غردايا، حوالي 40 كيلومتر عند مخرج مدينة غردايا الطريق جيد ومزدوج، وكذلك ربما عند مدخل مدينة العين منيعة أو عند مدخل مدينة عين عميناس الطريق جيد. أما ما بين المدن هذه فالطريق يبدو ليس بأحسن ما يرى، ماذا بينا يكون مزدوج كلية بمعايير المعمول بها دوليا، تكون ان روت كلاسي، ما تكونش ان روت كيلكونك، تكون ان روت هكذاك برك، لازم تكون ان روت كلاسي. ان شاء الله يكون فيها خير. السلام عليكم. يعتبر الطريق الوطني رقم واحد أو طريق الوحدة الإفريقية شريان حياة بالنسبة للعديد من الولايات الذي يزودها بمختلف ضروريات الحياة. تجري الأشغال به في شطره الرابط بين ولايتي عين صالح والمنيعة على مسافة 42 كيلومتر من أجل تخفيف المعاناة على مستعملي الطريق التي طالت لسنوات. طريق وطني رقم واحد، ماذا بنا تخدموا عليه خدمة مسقمة؟ كاين اللي مريض، كاين اللي راه عنده زياره الان نتاع قارب في التله راهي عين، وحنا لا في اقصى الجنوب. والله في الحقيقه اننا استبشرنا عندما سمعنا بتعبيده، لان هذا يعد يعني الطريق الرئيسي وشرايين الحياه والمتنفس الوحيد بالنسبه لسكان الجنوب. جهود جبار على كل حال، بصح ما دام بينا زيد تفعل زعما زيد تخدموا. إنجاز المشروع أوكلت لشركة وطنية مختصة تعمل بتقنية مطابقة للمعايير، كما تحرص السلطات الولائية لولاية عين صالح على الرفع من وتيرة الإنجاز لاستلامها في الآجال المحددة. المؤسسة عندها خبرة في الإنجاز وعصرا الطريق الوطني رقم واحد، ولهذا يعني مدينا التزاماتنا للسيد الوالي بإنجاز الطريق قبل المدة المحددة. سمينا الإجراءات لإنجاز كذلك 50 كيلومتر في إطار الشطر 2024، ونطمح كذلك أننا إن شاء الله الشطر المتبقي المقدر ب 56 كيلومتر في وضعية متوسطة أننا خلال سنة 2025 إن شاء الله يتم التكفل به، وبالتالي تكون المسافة ما بين المنيعة وعين صالح قد تم اكتمالها وعصرانتها. طريق سيكون بمثابة الرواق الاقتصادي والعابر إلى الصحراء والأسواق الإفريقية.